أوضح محافظ البنك المركزي الموريتاني أن البنك واجه تحديات في تأمين وسائل الدفع المصرفي، مضيفا أن البنك انخرط بالتعاون مع المصارف المحلية في استحداث هيئة اهتمام مشترك تدعى التجمع المصرفي للنقديات والمعاملات الإلكترونية، الذي شكل انطلاقة ملموسة لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني في موريتانيا، خاصة مع إدراج البطاقات المصرفية وإتاحة إمكانيات التسوية عبر الدفع الإلكتروني. مشاهدينا الكرام، حول في لقاء اليوم من برنامج قراءة في الحدث نتطرق لحالة العملة الموريتانية ومستوى تطور وسائل الدفع في البلاد. نبحث في الموضوع مع ضيفي هنا في الاستديو الأستاذ سيدي محمد ولد ذاكر، مدير مركز القيادة والتوجيه الاستراتيجي بالبنك المركزي الموريتاني. أهلا بك. أهلا بك. بداية، ما أبرز التحديات التي واجهها البنك المركزي في إطار خطاه لتطوير وسائل الدفع في موريتانيا؟ شكرا. أولا في البداية نختار نستعرض في عجالة شنو هي أهداف البنك المركزي، شنو هي المهام الموكلة للبنك المركزي، من وشنو هي الوظائف اللي يقوم بها البنك المركزي، لان لدينا عدل على عجاله، لان اظن انه بالاهميه من مكان، لان العموم غالبا ما يعود واضح له الهدف الاساسي والمهام الاساسيه تقوم بها البنك. اولا، المهمه الاساسيه للبنك المركزي هي المحافظه على استقرار العمله الوطنيه، هذه هي المهمه الاساسيه. عنده مهام اخرى، ذيك المهام الاخرى يلعبها البنك المركزي اساسا تمثل في المحافظة على استقرار وتطوير النظام المصرفي والنظام المالي بشكل عام، ويلعب دور آخر في المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلد. عنده أصلا مجموعة وظائف هي اللي معروف بها غالبا، اللي هي سك النقود وإصدار الأوراق النقدية، هي اللي غالبا بشكل عام الناس تعرف البنك، لا تعرف إلا ذاك الدور اللي عند البنك اللي هو إصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية. البنك المركزي كمؤسسة وطنية ذات استقلالية يلعب دور مهم في نظر التطور. لكن التحديات التي يواجهها في سبيل تطوير البنك، يواجه مجموعة من التحديات، أساسا التحديات مرتبطة بتطوير نظم الدفع، اللي مرتبطة أساسا بمجموعة من العوامل اللي مرتبطة مستوى نمو ومستوى تقدم الاقتصاد الوطني، مرتبطة فيها جزء مرتبط بالعقليات وبالثقافة السائدة في التعامل مع مجموعة من القضايا. وبالتالي بعد تحليل عميق للوضعية، قدينا هو اللي نتكلم لكم عن الاستراتيجية اللي واضعين الثلاث سنوات القادمة، تتركز أساسا في تحقيق الأهداف بما فيها المحافظة على التحكم في التضخم، بما فيها التحكم في الاستقرار وتلعب دور من أجل الاستقرار الاقتصادي واستقرار للنظام المالي والمصرفي بشكل عام، وفي نفس الوقت تطوير تمكين القطاع المصرفي من مواكبة الوسائل الحديثة اللي تقدر تمكنه من يلعب دور قاطرة في التنمية الاقتصادية للبلد. إذا ما أهم وسائل الدفع التي يعتمدها البنك المركزي في هذه الفترة؟ وسائل الدفع بشكل عام تنقسم إلى عدة أشكال. تلك المعتمدة عند البنك. الوسائل التقليدية هي الوسائل اللي تعرفوا كاملين. نعم. اللي هي تتشكل أساسا من النقود الورقية ومن القطع النقدية، اللي قالوا اصطلاحا النقود الورقية وراء العملة الائتمانية. ذيك تشكل في حالة موريتانيا تشكل جزء كبير من وسائل الدفع نتيجة للسلوكيات والعقليات السائدة في التعامل مع الدفع بالنقود الورقية. ثم نوع آخر من الدفع الغير نقدي، ويتشكل أساسا من تحويلات مصرفية من الشيكات إلى آخره، وغالبا ما يحدث بين المؤسسات، غالبا ما يحدث بين تعاملات البين بنكية إلى آخره. وفن نوع من نظم الدفع
حديثه شيء ما اللي هي مثل حديثه كاع بانها شيء مثلا عادة مهيمنه في دول اخرى، خاصه في الدول المتطوره، اللي هي وسائل الدفع الالكتروني. وسائل الدفع الالكتروني اساسا تتشكل من البطاقات البنكيه اللي تمكن صاحبها منه يدفع، انه يسحب النقود يا غير مالي، انه يقد يدفع مباشره. لكن الدفع هو اللي تكلمت عنه قبيل، وبالمناسبه التجمع المصرفي ما هو جديد، هو قد تم انشاؤه منذ فتره، وقد انه قد يلعب دور مهم في ترسيخ البنيه التحتيه اللازمه من اجل السماح باجراء هذه عمليات الدفع مستوى الالكتروني. اعتماد البنك المركزي على طرق الدفع هذه الالكترونيه، طرق الدفع الالكترونيه اساسا في الوقت الحالي تشكل نسبه ضئيله من نسبه الدفع بشكل عام. يا غير فم مجموعه من المشاريع لا تم اطلاقها، وهي على بالمناسبه التظاهره اللي تم تنظيمها التي تستهدف انها تجمع حول طاوله واحده مجموعه الفاعلين الاقتصاديين، جميع الفاعلين بما فيهم الفاعلين الاقتصاديين من القطاع المصرفي والبنكي، من 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 من, من الحكومه، من البنك المركزي، من الخبراء، من خبراء اجانب، من اجل نقاش وتدارس تطور تاريخ 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 تطور هذه وسائل النقد، وفي نفس الوقت من اجل صياغه مجموعه من البرامج لا يتمكن من تحقيق عصرنه القطاع بما يتواءم مع الاقتصاد الوطني. ترى انكم في هذا الملتقى قادرون ايضا على استحداث جديد في تعامل الموريتانيين مع هذه الوسائل الحديثه للدفع. هون هي الإشكالية المطروحة، والهدف الأساسي من جمع جميع هذول الفاعلين هو التلاقح الفكري والتحليل الموضوعي للواقع الموريتاني الحالي، وصياغة أهداف رياليست، أهداف ممكن التحقيق على الأمد القصير، على الأمد المتوسط وعلى الأمد الطويل. الخصوصية الموريتانية تكمن أساسا في عدة مسائل، واحدة منهم هي نسبة قوية من الانتساب البنكي، وهذا أساسا حد ما هو منتسب لمؤسسة مصرفية معينة ما يقدر يستفاد من ياسر من الخدمات اللي متوفرة حاليا بما فيها بطاقات الدفع وبطاقات السحب الإلكتروني. جميل جدا، نريد أن نعرف لماذا نسبة التسديد عبر وسائل الدفع هذه الحديثة لماذا نسبته ضعيفة؟ هل يعود هذا إلى عدم الثقة لدى الموريتانيين بالنظام المصرفي؟ على ما أظن السبب الأول هو سبب كنت نقول لأخبارك، هو سبب ضعف الانتساب المصرفي، وذلك عائد المجموعة من 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 من, من العوائق. لكن هناك تجار كثر، هناك الكثير من عدة أسباب فيها شيء اقتصادي، فيها شيء هيكلي، وفيها شيء ثقافي. الأسباب الاقتصادية منها ضعف 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 القدرة الشرائية لياسر من المواطنين، لعل نسبة الفقر شيئا ما عالية، وبالتالي ما يسمح لهم أنهم عندهم من الموارد اللي تمكنهم أنهم يستخدموا القطاع المصرفي. المسألة الأخرى مسألة الثقة في القطاع البنكي، بين القطاع البنكي هذه عوامل ثقافية. الناس طابع لانها الفضة عندها من القيمة لا ذوك الأوراق النقدية ولا القطع النقدية، وبالتالي تعاملها مع 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 وسائل الدفع الأخرى يشيبها ياسر من الحذر، وبالتالي هذا من ما سيؤدي طبيعة الحال إلى القيام بحملات اللي قالوا عندنا مشروع اللي قالوا الانكليزيون فينانسيار اللي هي الانكليزيون فينانسيار، ما افتعنا عرفتها بالعربية يا قهربان. الهدف الأساسي هو ضم أكبر عدد ممكن من 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 المواطنين الذي قالوا القطاع المصرفي والخدمات المصرفية والخدمات المالية. لكن كيف ستنجحون في ذلك ما دام حتى الآن هناك الكثير من رجال الأعمال، هناك الكثير من الأموال التي تتحرك في الأسواق، وأصحابها ربما لا يثقون كثيرا في التعامل مع هذا، يرى البعض أنه يضر. هذا واحد من الأسباب اللي تدفعنا. ما الذي تقومون به لوضع حد؟ ما هو في خليتني بين وفيلك لعدة الأسباب. فما اللي رواية قالها السيكتور انفورمال، القطاع الغير مصنف،
عنده حجم لباس به مازال في الاقتصاد الموريتاني. صحيح. لكن القطاع غير المصنف غالبا ما يتعامل خارج المنظمات والمؤسسات البنكيه والمؤسسات المصرفيه الحاليه. المجموعة من الاسباب يطول شرحها يقر محاوله تصنيف النشاطات الاقتصادية اللي خارجة حاليا في القطاع المصنف لا تساعد من زيادة نسبة لو تو دو بانكاريزاسيون، نسبة الانتساب للبنوك، وفي نفس الوقت لا تساعد على ثقافة جديدة، ثقافة اكتشاف وسائل الدفع الأخرى. جميل جدا. دعنا نتجاوز الى موضوع محور ثاني وهو ما يتعلق بحاله العمله الموريتانيه. البعض يرى بانها دائما ما انا نختار سابق دقيس المحور الثاني، نختار نركز على جانب اساسي من التظاهره اللي نظمها البنك المركزي حاليا. التظاهره كيف ما كيف كيف ان هناك تحديات كيف ما قلت وهناك مساعي فم مجموعه فم تنظيم ندوه مكونه من مجموعه من الورشات اللي تدارس الاشكاليات الكبرى في قطاعات في تطوير قطاع الدفع في موريتانيا. في نفس الوقت الجزء الثاني فهم عرض متحفي يستمر، نختار نوجه الرساله من هون للجمهور كامل لزياره المتحف الوطني من انطلاقا من اليوم الى يوم 27 سبتمبر، حيث تدور فيه احداث عرض متحفي. سنعود لهذا ربما، لكن نريد الان ان نتجاوز للمحور الثاني وما يتعلق بحاله العمله الموريتانيه. يرى البعض انها تتراجع من حين لاخر، لا تصعد او لا تصعد في الكثير من الاحيان، ما سبب ذلك؟ هون مش اشكاليه في المصطلحات وفي المصطلحات الاقتصاديه وفي الفهم العام لها. تراجع العمله انا ما نعرف تقولوها انتم علاش، تراجع العمله تنقال نحن نتكلم عن التضخم، التضخم هو ظاهره اقتصاديه شيئا ما في حدود معقوله تم ظاهره صحيه تفقد فيها العملة جزء من قيمتها تدريجيا، ظاهرة طبيعية اقتصادية، هو عكسها ظاهرة سلبية. لقد التضخم الكبير هو اللي أدي لسقوط هائل ومتسارع للأسعار اللي هو الليبر انفلاسيون، هو اللي يجي يشكل خطر على الاقتصاد ضرك في الوقت الحالي. في بيانات البنك المركزي التي تصدر بشأن سعر الأوقية مقابل هذيك الصلاة رواية أخرى، هذيك رواية أخرى لا تخلطوش. ذم قيمة الأوقية قالوا نسبة التضخم لتو دي انفلاسيون دو لوبي، ما أسباب ذاك من عدة سنوات على مستوى من 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 من, من الثبات في مستوى معقول يسمح للاقتصاد بالنمو، يقال في نفس الوقت ما يضر ما يشكل عائق بالنسبه للاقتصاد. المساله الاخرى اللي قلتوا قالوا سعر الصرف وتبادل الاوقيه مع العملات الاجنبيه، لكن ما اللي فيه ظاهر لي فهم المواطنين يلا يفهموا ان خلي قاسر من المسائل اللي تنقال تعود شيئا ما انا اعتبرها اجدها سطحيه. لا نعطيك مثال، اللي له فترة الناس شادة أخبار لوقية طايحة، لوقية فقدت قيمتها إلى آخره، بما شبيه بها أن سعر صرف الأوقية بالنسبة لليورو الحق 420. وفي نفس الوقت ما هم فاهمين أن سعر صرف الأوقية بالنسبة للعملات مقابل العملات الأجنبية مربوط بسوق دوليه وتوازنات هذه العملات فيما بينها. الفتره اللي بالضبط اللي زاد فيها سعر صرف الاوقيه بالنسبه للاورو فتره صاحبها ارتفاع الاورو بالنسبه للدولار، وين تعود تراقب نفس التفاعلات تشوف سعر الدولار انه بدا ثابت ولا بدا يطيح. وهذه ما هي ما هي ما هي ما هي سعر صرف عمله معينه عنده ايجابيات وعنده سلبيات. عنده سلبيات للمستوردين، نحن اقتصاد مرتبط اساسا بالاستيراد، يقال في نفس الوقت زيادة سعر اللورو عندها مجموعة من الإيجابيات بالنسبة لمجموعة من المستوردين العاملين الموريتانيين في الخارج اللي عدلوا التحويلات، الفاعلين الاقتصاديين اللي صدروا للخارج اللي صدروا الحوت، على الدولة الموريتانية في تصدير 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 المواد 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 الخام إلى آخره. يا غير ما يراه انه يلا ينقبوا بسطحيه، الاوقيه هو اللي مهم. هو السعر الاوقيه قد يكون طبيعيا في هو مثل انا ماني متفق معك ان فهم تراجع فهم 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 ان انفلاسيون ناتشورال خالق خالق خالق, بالكاد خالق بالكاد نوع من التضخم الطبيعي. لكن بالكاد يلاحظ الموريتانيين ارتفاع في سعر الاوقيه حسب بيانات. ليه ارتفاع في سعر الاوقيه تقول انت لين تعود عينك على انك انت ماشي مسافر قابض راح شهر الخارج شهر اوروبا ولا تشتري اللورو واعر، هذا ما بالضروره ما انت تعود تضررت، يقال ما بالضروره الاقتصاد تضرر. لا نعطيك بالمناسبه تضرر الانسان من تضرر اقتصاد الانسان. هذا شوف توازنات
توازنات اقتصادية كاملة مهما كانت. التوازنات الاقتصادية دائما فيها ضرر نسبي وفيها منفعة نسبية. معناها أنا لا أعطيتك مثال أن جميع مصدرين الموريتانيين للأسماك وجميع المنتجين الموريتانيين للأسماك اللي صدرهم للخارج استفادوا منهم، يبيعوا تصديرهم، يبيعوا بلورو، يبيعوا في الاتحاد الأوروبي، يبيعوا للدول الأوروبية. معناها هاي الاستفادة اللي تقدر تعاني منها. المهم لا له المعاملات في المهم حاليا شوي نوفي لك الفكرة. المهم ذا اللي ينقال تقولون انتم تراجع لوقيه وانهيار لوقيه، يعني نسمع ياسر من المراد عن هذا. المهم فيه ان التضخم قيمه الاوقيه من راسها، قيمه الاوقيه ما هي في انهيار. قيمه الاوقيه حسب الاحصائيات اللي يصدر شهريا المكتب الوطني للاحصاء ثابته. ثم انفلاسيون هي غير انفلاسيون طبيعيه ما تتعدى 5% وتتراوح بين 1 الى 5% من شهر لشهر. وبالتالي انعكاس هذا الارتفاع اللي نحن ما نتحكم فيه بين ارتفاع جميل. هناك مرتبط اساسا بارتفاع الاورو في فتره معينه بالنسبه لسعر بديل بالنسبه من المهتمين من يرون ان تراجع الاوقيه بحسب ما يرون انه كان نتاج ضعف بنية العملة، هذه بنيتها الصناعية. ما رأيكم؟ شوف فهم الاقتصاد فيه مجموعة من التوازنات، ودوك التوازنات فيها شيء متعلق باللي قال له التجارة الخارجية. فيما يعني الموضوع اللي نتكلموا عنه، البنك المركزي عنده احتياط من العملات الأجنبية، وذيك احتياط العملات الأجنبية إلى حد الساعة لا. نعطيك مثال المجموعة من العملات اللي عانت من نفس العوامل الخارجية اللي عانت منها موريتانيا، كيف نيجيريا النايرة النيجيرية فقدت 50% من قيمتها، وعانوا من نفس السقوط الحاد في أسعار المواد الخام، المواد المعدنية الخام. نحن عانينا من نفس الظاهره، يقير من دون خسائر تذكر. الاوقيه ما زالت على نفس المستوى، والله غير بعيد من نفس المستوى اللي كانت عليه بالنسبه للعملات الاجنبيه. الانعكاس على التضخم وقيمه الاوقيه في نقر الاقتصاد المحلي لا يذكر. وبالنسبه للي قالوا الاحتياطات الاجنبيه خلي ياسر، ضعف البنيه الصناعيه للاوقيه ليس لها تاثير على تراجع. شوف خالقه مشكله هيكليه في نقر الاقتصاد الموريتاني. الاقتصاد الموريتاني اقتصاد غير صناعي، لكنك لا تشيب عن هذه الاسئله بشكل واضح. البنيه انا ما فهمت البنيه الاوقيه تقولها ثلاث. انا كيف نتكلم عن الاحتياطات. هذا جميل، لكن هناك بعض المهتمين من المتابعين ومن التجار يقولون ان ضعف البنيه الصناعيه للاوقيه قد يكون له يعني بعد مصطلح البنيه الصناعيه ما فهمت. يعني شوف ذي اللي مرتبط بالتجاره الخارجيه كامل اساسا، مرتبط باللي قالوا الاحتياطي عند الدوله من العملات الصعبه. موريتانيا لحد الساعه هو اللي مسؤول عنه البنك المركزي، هو اللي يسير البنك المركزي، واساسا مرتبط يزيدوه الواردات الموريتانية للخارج اللي يخلصوا بالعملات الصعبة، وينقصوا الاستيراد اللي عدل الموريتاني من الخارج اللي يخلص بالعملة الصعبة. وفي الوقت الحالي يمكن يستجاب للمعايير المطلوبة من حيث عدد أشهر. يمكن موريتانيا استقلالية أصلاً نحسب عدد أشهر التموين ولا عدد أشهر الاستيراد كافية وذابية حسب من السنوات الماضية، على الرغم من هاي الظواهر الاقتصادية العالمية اللي أثرت على الاقتصاد العالمي كاملة، ونحن ضررنا منها. يقال الضرر لم يكن بنفس الحجم. خساره العمله الوطنيه لماذا نضطر دائما ما فهمت فيها ولو مره لا حول ولا فهم زياده في قيمه الاوقيه الموريتانيه. شوف ذاك مالي فول كومبراندر، يلا حد يحاول يفهم الظاهره هي الاولى سبب يسال عنها. البنك المركزي عنده روايين قالها سوق 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 الصرف ديال المارشي دي شانج. المارشي دي شانج يجوه الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين كاملين عن طريق بنوك ممثلين عن طريق بنوكهم يوميا، يخلق ذاك السوق ولاهج الناس اللي عندهم استيرادات عن طريق عن طريق عن طريق عن طريق العمله الصعبه، ويبيعوا العمله الصعبه مقابل الاوقيه. وهون لاهي نتكلم عن 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 واحده من التقدمات الاساسيه اللي قدينا نحققها في السنوات الماضيه، هي ان سابق ذا كانوا يخلقوا شنو تفسيرك مختلف؟ لاهي نرجع لك لدقيقه واحده. لاهي نقول لك واحده من الاسباب اللي جعلتنا ما نضر الضرر كان خفيف على 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 سعر صرف الاوقيه مقابل العملات الاجنبيه في هذه الفترة الماضية.
اساسا مرتبطه بسياسه ترشيد قامت بها البنك المركزي، قام بها البنك المركزي عن طريق اجبار جميع الموردين الموريتانيين. سابقا كانوا في حالات موردين موريتانيين يوردوا للخارج وما يسترجعوا، ما يعدوا لا باتريمون دي ديفيز، ما يسترجعوا العملات. وتبنينا سياسه صارمه في هذا المجال، وبالتالي جميع الموردين الموريتانيين وجميع الموريتانيين المتعاملين مع الخارج في اطار عمليات استيراد مجبرين انهم يقدوا يعدوا لا باتريمون، يعدوا اعاده ارجاع لك العمله الصعبه، وذيك العمله الصعبه شنو يخرج لها؟ لا ترجع لمارشي دي شانج تقول لها خلاص تنباع على مارشي دي شانج. وبالتالي ثم عرض وطلب هو اللي حدد سعر 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 صرف الاوقيه. ثم ملي تحسن اخر على مستوى اللي ظاهره اللي كانت دائما طارحه اشكاليه كبيره، هي الفرق بين 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 سعر 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 الصرف بعملات مختلفه. الدولار تلاهي نقول لك قبيل ملحوظه، الدولار يشكل غالبيه الاستيرادات الموريتانيه، وبالتالي ارتفاع الاورو في مرحله معينه ما يتضرر منه الاقتصاد. وهون اللي تم تكلموا عن الانفلاسيون وعن التضخم اللي هي هذه المهمه الاساسيه للبنك المركزي، وهي اللي ينقاس بها وفيها شيء نحن ما نتحكموا فيه، فيها شيء مرتبط بالاسواق الماليه، نحن نقدروا ندخلوا من اجل ضخ العمله وسحب العمله الى اخره عن طريق السياسه النقديه من اجل توجيه الاهداف اللي ندور نحقق الاهداف السياسه النقديه. يقال فهم عوامل اخرى اكزوجين ما هي الخطوات التي تعملون عليها من اجل وضع حد لتراجع السعر الاوقيه الذي يلاحظ شوف تراجع وايضا هل هناك ايضا من الخطط تعملون عليها من اجل ايضا من اجل ادماج الاموال، دوره الاموال في الاسواق في القطاعات غير المصنفه الى النظام المصرفي من اجل تطوير الاقتصاد الوطني؟ شوف بين نتكلم لك عن 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 استراتيجيه البنك المركزي اللي تم 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 تحديثها في بداية السنة القادمة. الاستراتيجية تحدد مجموعة من 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 الأهداف الاستراتيجية في عدة مجالات. المجال الأول منها اللي كنت نقول آخر هو اللي قالوا محاربة التضخم، والله التحكم في التضخم هو اللي لا يسمح لنا الأهداف المرتبطة به كامل، لا تسمح لنا من إن صحيح أن هناك استراتيجيات عليها الاستراتيجيات أنت تتكلم، لكن إلى أي مدى يمكن لهذه الاستراتيجيات ان تجسد نتائجها؟ هذه نقطه اخرى مهمه. قال الاستراتيجيات اللي ما نقدر نتكلم لك عن الاستراتيجيات نقول لك شنو هي المحاور. تجاوزنا الوقت المخصص الحلقه، لكن في اقل من دقيقه لو نتكلم عن المحاور الاساسيه للسياسه الاستراتيجيه البنك المركزي، هي السياسه النقديه وسياسه الصرف، هي تطوير وتحسين وتحديث وسائل الدفع، لكن نتكلم عن المارك بما فيها الوسائل التقليديه والوسائل الالكترونيه الى اخره، هي دعم صلابه النظام وتحديث النظام المصرفي والنظام المالي بشكل عام. وفي نفس الوقت من اجل تحقيق هذه الاهداف في مجموعه من الاهداف المرتبطه بالدعم وتحسين قدرات البنك المركزي الداخليه من اجل متابعه هذه الاهداف. اشكرك الاستاذ وراني ما سابق لهنا قبل من عندك ثواني شوي ما خليت نبين في رساله تختار نمشي غيرت جاوب عن السيتي انا اللي جاني الظاهر اني لا جاوبت عنها كامله حسب منظوري. يقال هذه الرساله بعد نختار بينها مهمه. انا بالنسبه لي العمله الوطنية رمز لاستقلال موريتانيا ولسيادة موريتانيا، وهي العملة الوطنية خاضت على مراحل من التطور، وذوك مراحل التطور حاولنا نلخصوهم في نقرا العرض المتحفي المعدي في المتحف الوطني اللي لين يجي الزائر لا يكتشف وسائل الدفع من قديم الزمان، مازالت فتره المقايضه الاترك، مازال الناس تخلص بالخنط وتخلص بالملح وتخلص بالنحاس الى اخره، الى الفتره اللي ورا ذاك اللي ياسر الناس ما عالم بها، مرحله خلق فيها عملين قال الدينار المرابطي، فتره دوله المرابطون لا يشوفوا تعطيني دقيقه نوفي فيها من الوقت المخصص 30 ثانيه نوفي فيها ما يقارب دقيقه او دقيقتين، وبالتالي لا هي تتابع دورة بإذن الله. أشكرك الأستاذ الدكتور سيدي محمد ولذاكر مدير مركز القيادة والتوجيه الاستراتيجي بالبنك المركزي الموريتاني. شكرا جزيلا شكراً هذا الحضور. ومشاهدينا الكرام لكم تحياتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.